السلام عليكم. مباراة المغرب ضد افريقيا الوسطى اليوم. نرجو هذا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. لنستمر معكم الحس بدون هي ينتظر عشاق كرة القدم في القارة السمراء موعد مباراة المغرب وافريقيا الوسطى في ختام الجولة الثالثة من تصفيات أمم افريقيا، حيث يتواجد المنتخبين في المجموعة الثانية، ويتربع المنتخب المغربي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم منه مباراتين بتسجيل 5 أهداف ودخل في شباكه هدف واحد فقط، بينما يأتي المنتخب أفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على ليسوتو والخسارة أمام الجابون. وتستعد جماهير الساحرة المستديرة اليوم لمشاهدة مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والتي تقام اليوم على الملعب الشرفي بوجدة. ويستعد المنتخب المغربي في مواجهة نارية اليوم تجمعه مع منتخب أفريقيا الوسطى، ويسعى الفريق لتحصيل المزيد من النقاط حيث يرغب في تأكيد تواجده في صدارة المجموعة، بينما يرغب منتخب أفريقيا الوسطى في تحسين موقفه والانتقال إلى مركز أفضل من المركز الثالث لتأكيد تواجده ضمن الفرق المتأهلة للبطولة. وقد ازدادت التساؤلات عن جانب الكثير من المتابعين عن توقعات المباراة ومن سيفوز بمباراتنا اليوم. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، وليستمر معكم البث بدون تقطيع.